مرحبا، يعطيك العافية. يا أهلين يا أهلين، بابي مكحكة، تعتقلك تعال هون، جا مرشح لنا. لو هالمرشحين كيف بضلوا دلقين علينا؟ بس هيدا من يقول انه مرشح متسقف غير شكل عن هوديك. سمعت قعدت اسمه قعد تفضل. انا حاب لكم انه برنامج الانتخابي هو قايم على نشر ثقافة الحرية وثقافة الحق وثقافة الانسان. انا كنايب اذا الله راد شو واجباتي تجاه المواطن؟ شو التشريع في سبيل احقاق الحق. من تسمع بابي؟ شو هالكلام هذا يا بابي؟ مين قال انه النايب بس للخدمات؟ لو كان بس النايب ليخدم ناخبينه كان فيكم تختاروا نوابكم من حي الله مكتب بجيب سريلانكيات وفلبينيات. حالنا بقى نترقى ويكون القانون هو نايبنا الوحيد. سمعتوا بابي؟ من يحكي كلام غير شكل. كمل استاذ كمل. من هون انا حابب فرجيكم برنامجي الانتخابي وان شاء الله يعجبكم وتنتخبوني ان شاء الله. هيدا شو؟ بابي طلع على شيء؟ لا بابي ما في شيء بقلبه. استاذ انه هدايا يعني برنامجك؟ ايه نعم. شوفوه ايه شبه بس انه افيش اوبشن زيادة. اوبشن؟ شو يعني؟ يعني كل المرشحين اللي جاوا قبلك في اوبشن مع برنامجهم، يا كاش يا تشيك، يا بون بنقلة زفت، يا بطاقة اسراس عسنة. هيك شي يعني، بينما انت برنامجك هيئته مزلط. فيك تقول انه مزلط. انا برنامجي هو لبناء الدولة على ثلاث ركائز، الحرية والحق والانسان. عشت، ونحن عندنا ثلاث ركائز بدنا نقول لك اياها، سمع. نقبر فل هلا. شو كل المرشحين اللي من شو قابلك الهاونه من يفتوا مصاري طلوع من الزول اجيت الا هيك ولاش وكهبله. يخرب بيتك اللي بيدفع دوطه ليحتم الحطه زي ما هي. يا رجل يخرب بيتك. ليك بابي هرب ورق انا بهش المية مثله. في رجال بدها تاكل، بدنا نقيم بالدولة. اجينا بنقول الحق والحرية والبشر. ايه اش هالمرشح التتر. يخرب بيتك. يبرني بابي. محنك.